بون، هاد العين هادي عين مسميه عين شخشوخه، كما لان سولنا انا شي دراري صغار في البدايه غاديين بالبهايم غادي يسقيو نعتنا، ولكن مال انديكيس كيف مشينا لجهه اخرى عاود درنا ان دومي تور ورجعنا. المهم هاد العين كيسميوها عين شخشوخه كما قالنا واحد السيد يلاه دابا تفرقنا معاه، مشخشخه يعني الماء ديالها قال لك عندها واحد لوغو سبيسيال. علاش؟ لان هذه المنطقه اولا ما فيهاش الحضاره بالمره، وكما قال هو ان الماء كيدوز على العروق ديال مجموعه ديال الاشجار وهذا، وبالتالي كيعطي طيبه ديال هذه المنطقه. هذه مزيانه حضيه، دقتيها ولا باقي؟ الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، الله مسحو خلو الوطن والملك. الله لا لا نشرب ديريكت صافي، حنا ناخذ غير لومبلاسمون ديال العوينه. هاد المناطق في الحقيقه كنوريوهم لعشاق الطبيعه، اما هذاك اللي غيجيب الكاتكات ويجي حتى لهنايا الله يرحمه ويدي جلس في داركم ولا سير لجهه اخرى، سير شد لوطوروت وبقى تحرق في المازوت، خليو هاد المناطق، لان كتجيو هنايا بحال اللي شفنا في الصباح واحد غادي بسياره جديده وكيشرب مع راسو وفتح الزاجه ولا قرعه بنادم صوفج، عندك سياره اخر موديل الماني بقى دوبل في والمخ ديالك موسخ، ما تستاهل لا ديك الطوموبيل لا هاد البلاد لا. بوينو ما شوف الاستاذ ديالنا مسكين، شوف شنو كيدير، يلا نشاهدوا مع هاد العمليه ديال التصفيه. عمليه التصفيه بالثوب، شل حيد الماء الاصلي وصبري الله يلا صافي كيبان. شوف شوف المروع ديال الماء، انا ما كفوق منه غير سيدي ربي. ما كاينش الحضاره، ما كاينش الفوق حضاره. ارا سيدي نعمر لك واخا بلاتي نقطعوا التسجيل.